جالها مناعه خلاص كتر ما اتعودت على البودا بوداز، بقت خبره ويعني جالها مناعه ما عادتش بتقلق خالص من الموضوع ده. وصلنا امبارح كامبالا بعد المهرجان ده، النهارده بقى رايحين بقى ايه دينا بقى ايه جنب كامبالا، يعني مش بعيده قوي المدينه دي اصلا اللي موجود فيها مطار كامبالا، بيقولوا عليها كاليفورنيا اوغندا. ميامي ولا كاليفورنيا؟ ميامي 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 اوغندا، يعني ايه عشان فيها بحر بقى وبتاع ومدينه كده منظمه، بيقول لك باين الرئيس قاعد هناك والمطار موجود في المنطقه ديت. فاحنا رايحين على مدينه عنتيبي. عنتيبي ديت موجوده على بعد ساعه ونص من هنا. يلا هنشوف بقى ميامي عامله ازاي. كاتبين الاسعار، يعني كاتبين المنيو والاسعار بتاعته عشان المصداقيه. واصله كام دقيقه؟ ساعه ونص، اقل من دولار. في ناس بتقلق من موضوع المواصلات العامة ده وبتاع، بتقدر تركب مواصلات عامة وبتاع، رغم ان هي اصلا بتديك الطابع يعني الحقيقي بتاع البلد، يعني بتركب كده مع الناس، تعرف تتكلموا في ايه، طباعهم، ناس صوتها عالي، صوتها واطي، هادين، يعني بيديك كده اكبر انطباع بالبلد في الحقيقة. يعني بعرف اخده باخده من المواصلات. يعني بقى ايه مش هتاكل دلوقتي، بحصرها في ادوار الاكل بس مش عارف ليه، يعني كل ما باجي ارفع عليها الكاميرا بتبقى يعني مسكينه بتبقى بتاكل يعني اكل طبيعي بتاع اليوم، بس يعني مش عارف. I'm not the one who's always only cooking and eating. You should believe. الست دي يعني بتعمل حاجات زي الفل يعني. يعني من غيرها الرحلة دي كانت تبقى فشلقة، ما كنتش تشوفوا 90% من اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. يعني يا دوبك نزلنا من الميكروباص لقينا المول ده قدامنا. نتساءل يعني ليه احنا منجذبين للمولات الايام دي؟ ممكن عشان عدد المولات اللي موجوده هنا في يعني في اوغندا عدد غير طبيعي واحنا محرومين مثلا ولا حاجه. This poor YouTuber. Why? Because this poor YouTuber he needs first of all shoes. Because those are already so far gone. We had to see them already. The second thing, this poor YouTuber is only traveling with shorts. غير من ساعة ما بعتنا الحاجة لمصر وأنا بدور على بنطلون وما عنديش بنطلون. Maybe soon. بيتا. بيتا محل في مول. بيتا في افريقيا عامله شغل عالي جدا، يعني احنا بس اللي عندنا بيتا اختفت، بس هي غالبا موجوده في كل الدول اللي احنا زرناها. بيتا بيتا متانه وخياطه لسه عايشه يا جماعه. ايام الزمن الجميل لما تسمع حكاوي الناس القديمه يقول لك بيتا ديت كانت شركه يعني موجوده في كل انحاء الجمهوريه، وكانت الناس ما تثقش في جودة غير جودة باتا، وهنا برضو لغاية دلوقتي الناس ما بتثقش في جودة غير جودة باتا. وصلنا حديقة كده مش عارف اسمها حديقة ايه، حديقة ايه؟ حديقة نباتية. حديقة نباتية؟ اه حديقة نباتية بتاعت عنتيبي. الحديقة ديت مفروض ان فيها يعني انواع كتير من الاشجار وحيوانات، يعني قرود وكلام من ده، يعني فيها بقى اشجار نادرة بقى وبتاع. يعني احنا اول ما دخلنا من على البوابة، التصوير اللي انا بصوره لكم ده ممنوع اصلا عشان انا لازم ادفع 100,000. 100,000 ديت يعني 20 دولار وانا معيش. خبيت الكاميرا ودخلت، تخش لك في جايد يعني عشان يوريك بقى الاشجار وبتاع مش عارف ايه، بس احنا عايزين نمشي ونستمتع بالمنظر، ما يهمناش بقى الاشجار دي اسمها ايه ولا بتاعت ايه، احنا نستمتع وخلاص. اول الحيوانات في رحلتنا النهارده حاج معزه، وكانوا بيقولوا لنا بقى الجايد بيقول لنا انت مش هتعرفوا تشوفوا الحاجات ديت غير لما اجي معاكم، يعني مش هتعرفوا تشوفوا حيوانات بقى وبتاع غير لما اجي معاكم. ادينا شفنا ومعيز. لا معزه باي. هاي. He's not vegan. Don't bite. He's interested in all my hand. الحديقة دي موجودة على البحيرة دي.
افتكروا دي بحيرة ايه يا جماعة. يلا معاكم من 1 لـ 5 عشان تكتبوا في الكومنتات البحيرة دي تعتبر بحيرة ايه. بحيرة دي بحيرة فيكتوريا، اكبر بحيرة في افريقيا كلها. البحيرة ديت برضو مش بس اكبر بحيرة في افريقيا، لا ده ديت مصدر شريان الحياة واطول نهر في العالم، مصدر نهر النيل. فيكتوريا ديت كان الواحد يقرأ عنها بس في الجغرافيا كده، لما تيجي تفتح الكتاب اكبر بحيرات افريقيا هي بحيرة فيكتوريا ومصدر النيل، كان الواحد حلم من احلامه كده ان هو يجي هنا ويشوفها. يعني الجنينة دي بقى كلها كده مطلة على البحيرة دي، فنبقى بقى ايه نشوفها كده، وفي مناظر تانية بقى هنشوفها وكلام منه. Yeah, let's go out. Let's go in. No snake. في الثلاثينات من القرن الماضي صوروا كل المشاهد الخارجية بتاع فيلم طرزان كلها في الحديقة دي، وفعلا يعني تحس ان هي يعني مكان جيد جدا لعم طرزان عشان يتعلق كده في الحاجات ديت وينزل من فوق كده ويتشعلق ويروح ويجي. اعتقد ان ده اخرنا، مش عايزين نخش جوه كده، مش عايزين متعرضش قرصة حشرة ما نعرفهاش. تعبان عشان انا عندي فوبيا من التعابين صراحة. Like this, see? Look at me here. Okay, hand, two, leg close. الرين فورست اللي بيقولوا عليها غابة الأمطار، أعتقد إن طرزان كان بيصور هنا. يعني ده شكله كده طرزان. كان لازم نبعت رسائل كده لطرزان. الاصوات حتى اللي بتسمعها هنا ديت زي الاصوات اللي بتيجي مثلا، اللي عارف الساوند افكت اللي بتيجي في فيلم افاتار، زيها كده بالظبط. دي مليانه شبه جوز الهند متعلق في شجره غريبه كده موقع حاجات كتير. بيتاكل ده ولا ايه يا جماعه؟ يعني الواحد يروح ياكل على طول ولا غير مطلوب امنيا؟ انا خايف كله والله العظيم، يعني هزه زي اللي هزتها ديت خاف حد يشوفني يقلبني في 100,000. جماعه دول مش حاجه كده طبيعيه، لا ده بيوت النمل الابيض. اقول لك البيت ده لو هو مقفول، يعني لو شبه الصخرة كده ومالهوش شكل، يبقى النمل لسه عايش جوه. لو في خرام زي ديت كده يبقى النمل سابه ومشى، يعني هجره. يعني الناس اللي هم اعدائه بيبقوا عرفوا مكانه وبتاع، فبيعملوا خرام ديت، فهو بيهجر بقى المكان ويسيبه. ده بقى البيت الطبيعي بقى بتاعه، تحس ان هو ايه مهجور كده، يعني هي حتة صخرة كده وعايش عليها النباتات وبتاع وكل حاجة. I got you. الجنينة دي فيها كمان بقى ايه قرد كده لونه ابيض في اسود، يعني ممكن احط لكم صورته هنا ده عشان انا مش عارف القطه اصلا، يعني قاعد في اعلى نقطه في الشجر. شكله ممتع جدا، يعني تحس كده انه يعني راجل عجوز وديله ووشه ابيض وديله. الواحد اصلا ما كانش متخيل كده ان في اصلا كذا نوع من القرود، ان هما مش نوع واحد اللي احنا عارفينه اللي هو النوع اللي بيضايق البني ادمين ده وبيجروا وراهم. لا بس والله يعني جنينه حلوه كده، الواحد يحس انه روحه كده بترتاح في الطبيعه دي. كامبالا يعني زحمه بطريقه مش طبيعيه، بتهيالي ان هي ازحم اصلا عاصمه زرناها لغايه دلوقتي في الدول اللي احنا زرناها. فتيجي بقى هنا تنسى كده، دماغك تصفي.
كنا فيه الحديقة ديت جينا عشان ناخد لنا فيو على البحيرة. بس البحيرة مش شكلها بحيرة خالص يا جماعة. يعني بحيرة فيكتوريا ولا بحر فيكتوريا ده؟ ها؟ البحيرة اللي فيها امواج دي. عارف انا مع الجو البرد ده والسقعه دي وصوت البحر ده بحس ان انا قدام البحر في اسكندريه. يعني بحر متوسط مش اي بحر وخلاص، يعني بحر عالي. ده كده يا جماعه بابليك بيتش، يعني ايه، شط عام لكل الناس تيجي هنا تستمتع وتعمل وبتاع. الحكومه مأجره الشركه، الشركه ديت اللي فيها المطعم والكلام ده. طبعا الشركه ديت ما تقدرش ان هي تمنع الناس ان هي تدخل ببلاش، بس هي بتقول لهم مثلا ايه، لا والله انت لازم لما تخش ما يبقاش معاك اكل. احنا كان معانا جزر. الجزر بيقوي النظر. هم يا ارنب. يا احلى حاجه في افريقيا كلها الحمد لله لغايه دلوقتي غالبا ما شفناش شواطئ لازم تدفع لها فلوس عشان تدخلها. كل الشواطئ ممكن تعادي. اتمنى كده في يوم من الايام الواحد يعرف يشوف كل شواطئ الدنيا ديت من غير اي حاجه، يعني ده حق كل واحد فينا. يعني In Germany we don't have private beaches. It's yeah. illegal to own the nature. To own the nature. Everybody. حتى عاملين جنينة جميلة والله الواحد يقعد فيها. أقول لكم سلام عليكم وكل سنة وأنتم طيبين ونشوفكم في فيديو جديد. معلش بقى الفيديو ده قصير جدا وخفيف لطيف كده، في كلام كتير وفلوج، ما نعملش النوايا دي كتير من الفيديوهات. بس يعني اتمنى ان انتوا يكون عجبكم الفيديو واشوفكم في فلوج جديد وبلد جديده. سلام.